بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ النهاردة إن شاء الله مع بعض في التوتوريال ده، هنشرح الكومبايند فوتينج. الكومبايند فوتينج اللي هي القواعد المشتركة. بداية كده لو فتحنا الملف اللي معانا، الملف ده عبارة عن شرح مبسط لطريقة الحل. أولا قبل ما ندخل في تفاصيل الحل، يعني إيه كومبايند فوتينج؟ كومبايند فوتينج بالعربي يعني القاعدة المشتركة أو القواعد المشتركة. يعني إيه قاعدة مشتركة؟ إحنا خدنا قبل كده الوول فوتينج أو الستريب فوتينج اللي هي القاعدة الشريطية اللي مثلا تحت سور أو اللي هي طول كبير، وخدنا بعدها الأيزوليتد فوتينج، ودي كان قاعدة تحت كل عمود، يعني كل عمود تحت منه قاعدة. وخدنا الاكسنتريك فوتينج في الايزوليتد. الدرس اللي هناخده النهارده ان شاء الله الكومبايند فوتينج اللي هي القاعده المشتركه. يعني ايه قاعده مشتركه؟ يعني عندي قاعده فيها عمودين، تمام؟ يعني عندي قاعده فيها عمودين. طيب بدايه كده يا شباب يعني نبص على تفصيله الشكل قبل ما نبدا في الشرح. اول حاجه عندي الايزوليت في الكومبايند، عندي البي سي، عندي بعد كده الار سي، هنا العمود الاول والعمود الثاني. بالنسبه يا شباب للبي سي، لو بصينا في البلان، البي سي الابعاد بتاعتها A في B. طيب بالنسبه للار سي البعد هيبقى بي واحد، وهنا ايه A واحد. سمك العاديه، سمك البي سي بنسميه تي، سمك الار سي هنسميه تي واحد، حمل العمود الاول هنسميه بي واحد، حمل العمود الثاني هنسميه بي اتنين. المسافه من وش العمود من بره كده لحد نهايه الار سي بنسميها سي واحد، المسافه من وش العمود الثاني من بره لحد نهايه الار سي هنسميها سي تو. المحصله بتاعه بي واحد وبي اتنين موجوده في بينهم وعلى مسافة قريبة طبعا من الحمل الأكبر اللي احنا فرضينه في المسألة بتاعتنا هنا أو في طريقة الحل، بنفترض إن هو بي 2. فالمسافة من المحصلة اللي هي بي توتال أو نسميها R للعمود الأول من سنتر لاين العمود لحد مكان المحصلة بنسميها S2، دي المسافة بينها وبين العمود التاني. S1 المسافة من المحصلة لحد سنتر لاين العمود الأول. S1 زائد S2 هنسميها الـ S اللي هي المسافة من سنتر لاين العمود الثاني لسنتر لاين العمود الأول. كده أظن يا شباب تعرفنا على كل حاجة ممكن تبقى معانا في الرسمة سواء Elevation أو بلان قبل ما نبدأ في الحل. طريقة الحل يا شباب بتعتمد في البداية إن أنا عايز أخلي مكان المحصلة هنا يبقى موجود في نص القاعدة. يبقى إيه؟ أخلي مكان المحصلة موجود في نص القاعدة بتاعتي. خطوات الحل زي ما اتفقنا كده من بعض، اتفقنا يا شباب كنا بنعمل ديزاين للبي سي نطلع الابعاد الاي والبي والتي، كنا بنعمل ديزاين للار سي نطلع الابعاد الاي 1 بي 1 تي 1 والتسليح، واخر خطوه كنا بنعمل قبل ما نطلع التسليح كنا بنعمل تشيك سواء على البانشنج او الشير، بعد كده بنعمل التسليح، بعد كده ايه بنعمل الديتيلنج بتاعتنا. هنبدا كده بالترتيب اللي اتعودنا عليه مع بعض. اول حاجه البي سي محتاجه اطلع الاي والبي والتي، فاولا التي هنفرض التي تقريبا بنص متر، تقريبا بنص متر، واحنا قلنا دي ليها علاقه بقيمه الحمل. قيمه الحمل هنا يا شباب هتبقى ايه؟ في الايزوليتد كان قيمه الحمل ده، اما في الكومبايند يبقى ده زائد ده اللي هو البي توتال، بي واحد زائد بي اتنين، اشوفها قيمتها بكام وادخل الجدول بتاعي اشوف الايه السمك بتاعنا زي ما خدنا في المحاضرات. فرضا هنا احنا فرضناها يعني كتبسيط ان احنا ناخدها مثلا بي نص متر. طيب بي واحد زائد بي اتنين قلنا هتساوي البي توتال اللي زمناها الايه المحصله. طيب لو انا عايز اعرف بقى مكان المحصله فين بالظبط، يعني انا عرفت خلاص قيمه المحصله عرفتها، قيمه الار هنا عرفتها، طب انا عايز اعرف هي بتبعد قد ايه عن سنتر لاين العمود الاول وبتبعد قد ايه عن سنتر لاين العمود الثاني. هنجيبها ازاي؟ يا اما ناخد المومنت تحت العمود الاول او المومنت تحت العمود الثاني بحيث اطير حمل من حمل الاعمده. فرضا زي ما خدنا هنا، احنا خدنا هنا ايه؟ خدنا الحمل تحت العمود الثاني، خدنا الحمل المومنت سيجما المومنت هنا كده بتساوي صفر. هيبقى الار في اس 2 هتساوي
ال بي واحد في اس 1 زائد اس 2 اللي هي الايه اللي هي الاس. ار في اس 2 هتساوي بي 1 في الاس. من هنا عند الاس عارف المسافه من سنتر لاين العمودين، عارف البي 1، عرفت الار اللي هي بي 1 زائد بي 2، هطلع من هنا اس 2. طلعت اس 2 عايز اجيب اس 1، اس 1 هتساوي اس ناقص اس 2. تمام يا شباب؟ طيب دي اول حاجه عملتها، جبت مكان الايه المحصله بالظبط علشان ده يفيدني لما بعد كده احسب الايه المومنت، ارسم المومنت علشان اطلع التسليح. طب اتفقنا ان الاريا الايه في البي هتساوي الايه الفورس على الاستريس، الار على الكيو الابل نت، او هتساوي 1.15 على في الار على الكيو الابل جروس. يبقى ار على كيو الابل نت زي ما اتفقنا، او 1.15 في الار على الكيو الابل جروس. وكلنا عارفين ال 15% الزياده دي جت منين، نتيجه تاثير الايه احمال التراب اللي الحاجات الفولاذ. واحنا فرضنا ان تي تقريبا بنص متر. طيب عندي دلوقتي معادله في مجهولين، يبقى المفروض يبقى سواء في الايزوليتد، لو نفتكر مع بعض في الايزوليتد او قبلها في الاستراب، قلنا ان ايه الطول بي هناخده بواحد متر. طب في الايزوليتد قلنا الفرق بينها بعد القعده بيساوي الفرق بينها بعد العمود. طب هنا الشرط هنا ان انا هخلي المحصله بتاعتي مكان المحصله بتاعتي في نص القعده. طيب لو انا خليت هنا علشان الار هنا هتبقى في النص، هنعمل ايه؟ لو خليت، لو قلت هنا كده النص زائد سي 1 زائد نص عرض العمود لحد هنا كده زائد الاس 1، يبقى اس 1 بلس نص عرض العمود بقت هنا، بلس سي 1 بقت هنا، بلس نص متر اللي هي التي بتاعت البي سي بقت هنا. لو ضربت الكلام ده يا شباب في 2، يعني خليت نفس المسافه اللي هنا هي نفس المسافه اللي هنا، مش دلوقتي بقت الار في نص القعده او بقت في نص القعده. طيب نشوف الكلام ده مع بعض. البعد من هنا كده لحد هنا خدناه نص الايه، يعني ايه على الاثنين، هنقول الايه على الاثنين هتساوي النص اللي هو تي زائد سي 1 زائد الايه على الاثنين زائد اس 1. طيب التي خدناه بنص متر، النص عرض العمود عندي عرض العمود لسه واحد لسه حاسبينه، سي 1 قلنا سي 1 و سي 2 بتبقى بناخدها اكبر من او تساوي الواحد متر. لو ما اديناكش السي 1 خد السي 1 بي 1 متر. تمام من هنا يا شباب مفيش عندي اي انون، هنا هقدر اطلع قيمه الاي. طب طلعت قيمه الاي هقدر اعوض في المعادله هنا اطلع قيمه البي. تمام يا شباب. طب لو محتاج اطلع قيمه السي 2 هاجي من الناحيه الثانيه زي ما حسبت ايه على الاثنين، من الناحيه الشمال احسبها من الناحيه اليمين. فحسبتها من هنا كده، انا عايز احسبها من هنا، تساوي اس 2 لحد السنتر العمود زائد اي 2 على الاثنين زائد سي 2 زائد النص هتساوي الاي على الاثنين. من هنا هقدر اطلع قيمه ايه يا شباب، قيمه السي 2، وطلعنا الاي و البي كده صممنا البي سي. طيب كده بقى عندي اغلب الابعاد وطلعت ابعاد العاديه، عايز بقى اخش اعمل ديزاين للار سي. الار سي اتفقنا ان انا محتاج اطلع الاي 1 بي 1 تي 1. اي 1 الاي ناقص 2 الرفرفه بتاعتي 2 التي، بي 1 نفس الكلام بي ناقص 2 التي. طب التي 1 قلنا تساوي الدي زائد الكفر اللي هو من 5 الى 7 سنتي. طيب قلنا علشان نطلع الدي اللي هي القوام بتاعها بيساوي 4 من 10 جذر المومنت على العرض اللي انا شغال عليه. تمام يا شباب، على العرض اللي انا شغال عليه. لو انا شغال على عرض 1 متر احط هنا 100، لو انا شغال على عرض بي 1 احط هنا بي 1. احنا هنشتغل هنا ايه؟ هنشتغل على العرض كله، فهنشتغل على بي 1. لسه الكلام ده نشوفه في الار سي دلوقتي. قلنا علشان نطلع دي اول حاجه بحسب الاستريسز، بعد كده بحسب المومنت، بعد كده بحسب الدي، بعد كده بعمل تشيك على الدي. طيب هناخد الاتجاه اللونجيتيودال اللي عندنا، مكان الاعمده، المسافات دي كلها عندي سي 1 نص عرض العمود. الدبليو قيمتها بكام؟ الدبليو هتساوي الار على اي 1، كنا بنقول في ايه؟ في بي 1. ده لو انا شغال على 1 متر. طب دلوقتي هنقول الدبليو هتساوي الار على اي 1 المفروض في بي 1، بعد كده انا ضربت في بي 1 تاني فالبي 1 طرد مع البي 1 فاصبح ان الدبليو هتساوي الار على اي 1. فكاني يا شباب شغال على العرض اللي هو ايه؟ اللي هو بي 1. حطينا قيمه الدبليو. بقى عندي مسألة structure عادية simple
بيم ويز تو او دبل كانتليفر، نحسب الايه الشير عادي خالص، ونحسب المومنت، يهمنا قيمة المومنت هنا عند الكانتليفر وهنا وعند الماكسيمم مومنت اللي هي عند الزيرو شير. يبقى الماكسيمم مومنت اللي هي ام 3 عند الزيرو شير. لو عايز اجيب قيمة ام 1 او ام 2 هتساوي الدبليو، ام 1 دبليو في الكانتليفر ده الطول بتاعه اللي هو سي 1 تربيع على الاثنين، ام 2 نفس الكلام دبليو سي 2 تربيع على الاثنين. عايز اجيب قيمة ام 3 هجيب بوينت اوف زيرو شير. طب اجيب البوينت اوف زيرو شير ازاي؟ بوينت اوف زيرو شير دي النقطة اللي عندها زيرو شير، يعني الفورس اللي نازلة من فوق بتساوي الفورس اللي طالعة من تحت. طب الفورس لو خدنا هنا مثلا من على الشمال، فرضنا ان هي على بعد اكس من هنا كده، وقفت انا هنا كده، ايه الفورس اللي نازلة من فوق؟ اللي نازل من فوق بي 1. طب ايه الفورس اللي طالعة من تحت؟ دبليو في قيمة الاكس، يعني دبليو اللي هنا في الاكس دي الفورس اللي طالعه فوق، اللي نازل هو الايه البي 1. يبقى دبليو في اكس هتساوي البي 1. من هنا اقدر اطلع قيمه الاكس اللي هي بي على دبليو 1. طلعت قيمه الاكس، عايز احسب قيمه الام 3 احسبها مومنت عادي خالص. هقف هنا كده واحسب المومنت، يعني لو وقفت هنا كده هقف هنا كده عادي واحسب المومنت. دبليو في اكس بقت فورس في اكس على الاثنين، جبت المومنت هنا، ناقص بي واحد في المسافه لحد هنا كده اللي هي هتساوي كام؟ هتساوي الاكس ماينس سي 1 ماينس اي على الاثنين. كان مساله يعني حاجه استراكشر عادي خالص هنقدر نطلعها تمام، ونطلع المومنت عادي عندنا. طلعنا المومنت هنقول ان الدي هتساوي 4 من 10 جذر المومنت على العرض اللي احنا بنخدمه اللي هو هنا الايه؟ البي 1. ده كان في الاتجاه اللونجيتودينال. هنشوف بقى الاتجاه الثاني اللي هو الاتجاه العرضي اللي هو الترانسفيرز دايركشن اللي هو ده يا شباب، عشان تبقى ايه متخيلين اللي هو الاتجاه ده. ده كده الاتجاه ده، انا اشتغلت على الاتجاه ده، هشتغل بقى على الاتجاه ده كده. طب في الاتجاه وانا باصص من الاتجاه ده كده ايه اللي انا شايفه؟ انا شايف ان عندي عرض بي وعندي طول كده. طب الطول ده لحد فين؟ بناخد يا شباب العرض ده اللي هو العمودي علينا بقى واحنا واقفين من هنا، العرض ده بناخده ايه؟ عرض العمود زائد الدي، نص دي من هنا ونص دي من هنا. هي العادي ان احنا كنا بناخدها نص دي وننزل تتوزع، بس احنا ايه بناخد افريج ليها فتبقى A2 زائد الدي، ده العرض اللي هو كده، وهنا هتبقى A1 زائد الدي تمام. ده وبنتعامل معاها كانها هيدن بيم، كانها هيدن بيم. نبص كده يا شباب في الاتجاه العرضي، احنا صممنا الار سي في الاتجاه اللونجيتودينال. الاتجاه العرضي يا شباب عندي ناحيه عند كولوم 1 عند كولوم 2، دبليو هنا هتساوي البي على بي 1 على الدبليو 1. طب العرض الثاني ده اللي انا ايه اللي انا بخدمه اللي هو يا شباب اللي هو A1 زائد D، هنا B2 على B1. طب العرض اللي انا شغال عليه اللي هو يا شباب اللي هو A2 زائد D. طيب هنا هحسب المومنت W في L سكوير على الاثنين. طيب L سكوير هتبقى ايه؟ لو انا واقف هنا انا هعملها مره، وايه لو انا واقف هنا كده يا شباب وبحسب المومنت في الاتجاه ده، الحته من هنا كده من نهايه المسلحه لحد وش العمود هتساوي كام؟ هتساوي بي 1 ناقص بي 2 على الاثنين. طب وهنا بي 1 ناقص بي 1 بتاعه العمود على الاثنين. نبص كده اللي هو نفس الكلام اللي احنا قلناه، والتعويض يا شباب في المساله بيبقى اسهل بكتير. دي خطوات الحل تفصيلا بس تعويضات لو اسهل بكتير. بي 1 ناقص بي على الاثنين، الكل تربيع على الاثنين، بقت 2 في المقام تربيع بقت 4، نزلها تحت ضربت 2 بقت 8، وهكذا نفس هنا. الدي هتساوي 4 من 10 جذر المومنت على العرض اللي احنا شغالين عليه، قلنا اي زائد الدي، وهنا اي 2 زائد الدي. طبعا هنا بيقول لنا لو العمود ده عندك ناحيه جاره يبقى ايه؟ هيبقى في عرض من ناحيه واحده اللي هو بقى ايه؟ دي على 2.
طيب الدي ماكسيم اللي انا هشتغل عليها، طبعا انا عندي بقى في دي من الاتجاه الترانسفيرز ودي من الاتجاه اللونجيتودينال، هاخد الدي الماكسيمم من الاتجاهات اللي عندي، هزود عليها 5 سم يبقى ده تي 1. طيب جبنا تي 1، هنعمل بقى تشيك على الدي. تشيك على الدي هعمل تشيك على البانشنج عند كولوم 1 وعند كولوم 2، هما الاثنين نفس الفكره، هي نفس فكره الايزوليتد. هنا يبقى البي ناقص الكيو بانشنج على الاريا بانشنج، الاريا بانشنج 2 الدي زائد في المحيط اللي هو اي 1 زائد دي زائد بي 1 زائد الدي. الفورس اللي بتعمل بانشنج البي 1 على الار على اي 1 في بي 1 في الاريا بتاعت البانشنج اللي هي اي 1 زائد دي في بي 1 زائد الدي، واتاكد ان الكلام ده اقل من او يساوي 80 طن على المتر سكوير. نفس الكلام هنا، طبعا لو الدي اون سيف هنزود الدي. بعد كده يا شباب بنحسب الاريا ستيل ان في 10 اس 5 عشان خلاها كيلو جرام سنتي على 1800 في الدي، حيث الدي هنا بي السنتي وهي الدي الماكسيمم في الديهات اللي عدت علينا. طيب يا شباب عندي دلوقتي في كذا تسليح، في مومنت ام 1 وام 2 وام 3 دي كانت في اللونج دايركشن لو نفتكر مع بعض، ام 3 دي اللي جبناها عند الزيرو شير، ام 2 كانتليفر، ام 1 كانتليفر. طيب الحديد بتاعها نطلع من هنا اريا ستيل 1 اريا ستيل 2 اريا ستيل 3، هنوزعها على العرض بي 1 في مكان كل مومنت من المومنت اللي عندنا. طبعا يا شباب انا طالع الحديد هنا هتوزع على العرض بي، طب لو عايز اخليه للمتر هقسم الحديد هنا على العرض اللي انا اوزع عليه على البي واحد هيديني للمتر. في الاتجاه العرضي هنا هتوزع على اي 1 زائد دي، هنا اي 2 زائد دي، الحديد اللي عندي هنا ام 1 داش ام 2 داش زي ما حسبناها. الديتيلز هنشوفها في المثال دلوقتي مع بعض.